الحذاء الذهبي ليو ميسي لموسم 2016-2017 بحضور كبير لجماهير البلاوغرانا. الخرافي والعالمي ليو ميسي، الألقاب كلها في العالم شوي عليه. وميسي، ميسي التسويب من ليو 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 جو 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 لا اي 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 اندريس انيستا كورة جول، هذه جول جول جول. شنو هذا يا ميسي؟ علمهم يا ميسي اصول الكورة، والاكيد شوية عليك كلمة اسطورة ليو، اقوى اقدام في المعمورة. كرة ميسي وين؟ كرة جول كرة جول كرة جول. ليو ليو ليو. كان ميسي في البداية والعارضة ترفض الارجنتيني، يا عيني. وهذه كرة ليو، هذه فيها جول، هذه فيها جول، هذه فيها جول، هذه فيها جول. تشيشي لا ليغا امام الكرة، يتقدم ليو سداد. لا 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 ومليون لا. غريبة وعجيبة يا سيد اللاعبين، ايش الحكاية؟ ما الرواية؟ يتعاقد ميسي هذه الليلة مع القلم الايمن والايسر ومع العارضة يا سادة. متعة العين نجم الأرجنتين. إعادة للانفجار اللي قام به ليو ميسي في دفاع ديبورتيفا الليلة. الكرة قالت لليو لن تهنأ بهدف كالعادة يا ميسي. يتقدم ليو في ربع الأداء، ليو والروبن، ويتصدى لتصويب سيد اللاعبين نجم الارجنتين. سيبقى في ذاكرة هذا الحارس وانه تصدى لركلة جزاء من سيد اسياد اللاعبين في العالم ليو ميسي. فيدال ليو ليو